في عالم الحروب والتفوق العسكري بيمتلك سلاح الدمار الشامل ينتصر في الحرب قبل أن تبدأ. وهذا السلاح يمتلك 3 مقومات، وهي القدرة النووية والقدرة البيولوجية والقدرة الكيميائية. وتعد هذه الأسلحة الأخطر على مر التاريخ لقدرتها الفتاكة على إبادة كل ما هو حي من حيوانات ونباتات وبشر. أما في عالم الفنون القتالية المختلطة فمقومات سلاح الدمار الشامل هي القوة البدنية، التكامل في جميع فنون القتال، والثقة بالنفس. Should know. My name is Chael Sonnen, UFC middleweight champion, best of all time and before time was even created. وفي هذا العالم سلاح الدمار الشامل هو حفيد الإمام شامل، الذئب الشيشاني حمزة شمايف. من ناحية القوة البدنية، حمزة يمتلك أفضلية كبيرة في وزنه، والذي هو وزن الوالترويت أو ما يعادل 77 كيلو. وفي نزالاته باستطاعته أن يستقوي على خصومه في تبادلات المصارعة كما رأينا بسبب قوته البدنية. وأيضا يمتلك طول قامة مقارنة بالمنافسين الآخرين في هذا الوزن، فطوله 188 سنتيمتر ومتوسط الطول في هذا الوزن هو 180 سنتيمتر. أما عن التكامل في فنون القتال فحدث عن حمزة ولا حرج، فقد أنهى حمزة أكثر من نصف نزالاته عن طريق الضربة القاضية والنصف الآخر عن طريق الاستسلام. وفي جانب سترايكينج يمتلك حمزة ستايل ممتاز وقوي جدا، ويعتمد بشكل كبير على مهارات الملاكمة ويتبعها في كثير من الأحيان بركلات فوقية وتحتية، مما يؤشر على قوته في القتال الواقف وتكامله في جميع فنون سترايكينج من الملاكمة إلى الكيك بوكسينج وإلى الموي تاي. وفي جانب الجرابلينج والمصارعة فمستوى حمزة عالي جدا، ورأيناه يستخدم المصارعة في نزالاته بشكل كبير، وعندما ينزل نزال البساط يصبح حمزة كالقرش وسط البحار. فبرأيي أقوى ميزة يمتلكها حمزة هي قدرته في القتال الأرضي وتنوع الطرق التي يستخدمها لإنهاء خصومه، من حركة الخنق التقليدية إلى حركة البرابو. بإمكان حمزة أن يلعب في خصومه على الأرض كما يشاء. أما عن الثقة في النفس فتكفي هذه المقاطع تؤكد لكم على مدى الثقة التي يمتلكها حمزة داخل وخارج القفص. بعد أن حصد الذئب الشيشاني انتصارين في غضون 10 أيام في جزيرة النزال، أصبح حمزة نجم كبير في أوساط عالم الفنون القتالية، وكان الجميع بانتظار موعد نزاله القادم. ولكن للأسف واجه حمزة مشاكل في الحصول على تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن باستطاعته الحصول على النزال. ولكن لحسن الحظ حصل حمزة على تأشيرة الدخول إلى أمريكا، وعلى الفور سافر إلى لاس فيغاس ليكون على أتم الاستعداد للقتال في أي وقت. وفي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ اليو اف سي، حجز دانا وايت نزالين متتاليين لحمزة شمايف، الأول والذي سيقام يوم الأحد القادم ضد جيرال ميرش كرايت، والأسبوع الذي يليه ضد أفضل لاعب جوجيتسو في تاريخ الفنون القتالية المختلطة ديمين مايا. خصمه جيرالد صرح بأنه سيفاجئ العالم وتوعد حمزة بأذيته، وقال له أنك لن تكون جاهز للقتال مرة ثانية بعد أسبوع ضد ديمين مايا بسبب الأضرار التي سأفعلها بك. على الرغم من خسارته نزاله السابق، فجيرالد مقاتل قوي ولا يستهان به. لديه انتصار عن طريق حركة الخنق ضد أحد أفراد المنتخب الأمريكي للمصارعة السابق وزميل دانيال كورمير الحالي، والذي هو دارين وين. ولكن حمزة يمتلك كل المقومات لصالح جيرالد يوم الأحد القادم، وبإذن الله يفعلها ويذهب لمنافسة الأسطورة ديمين مايا. قبل أن أنهي الفيديو فلنرى مع بعض لقطات من حمزة وهو يتصدق بدرج المشرد في لاس فيغاس. شكرا لكل تابع الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتم فيه. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، حطوا لي لايك، واكتبوا لي كومنتاتكم في الكومنت سكشن تحت. وبارك الله فيكم انتم وهليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.